أهلا بكم. يقول المؤرخون في فترة انحلال الدولة ظل النشاط العلمي والأدبي مستمرا مزدهرا، ولم يتأثر قط بالانحلال السياسي. وعلى الرغم من انفصال بعض أجزاء الإمبراطورية كانفصال شمال الشام والموصل في عهد بني حمدان، فإن الحركة العلمية كانت قوية، وكان بلاط أمير الدولة سيف الدولة الحمداني ملتقى لأكابر العلماء والأدباء والفلاسفة، وحتى الخلفاء العباسيون بقوا يرعون شؤون العلم والعلماء. ويذكر الدكتور فيليب حتي نقلا عن ابن أبي أصيبعة أن علي بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أوعز إلى سنان بن ثابت بن قرة الطبيب العالم بأن ينفذ جماعة من الأطباء يطوفون البلاد ومعهم خزانة للأدوية ليعالجوا من يرونهم من المرضى، وأن ينفذ آخرين لزيارة المرضى في السجون. ونحن هنا أمام ما يدعى العيادات المتنقلة. بدأ دور الانحلال الثاني بمقتل الخليفة المقتدر. أخرج الأتراك أخاه القاهر من السجن وعينوه خليفة، لكنه وجد خزائن الدولة خاوية، فأساء إدارة الدولة وعمت الفوضى حتى قام الأتراك بخلعه وعذبوه وحبسوه حتى مات. فحكم الدولة بعده الراضي ابن المقتدر، وكان سياسيا حازما، أحسن انتقاء رجاله وقرب العلماء والعقلاء، وحاول أن يعيد للخلافة عزها، لكنه عجز عن ذلك لأن الأموال كانت بيد القادة والوزراء، فتقسمت البلاد واحتل الروم الثغور السورية مرة أخرى. ووصل الأمر بوزرائه إلى حد أن أحدهم وهو ابن مقلة كتب إلى بجكم التركي يطمعه في احتلال بغداد، وكانت بلاد فارس بيد علي بن بويه وأخيه الحسن، أما الموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر فبيد الحمدانيين، ومصر والشام بيد الإخشيد محمد بن طغج التركي، وبلاد خراسان وما بعدها بيد السامانيين الفرس. وبعد موت الراضي استلم أخوه المتقي، وكان ضعيف السياسة، قوي في عهده نفوذ الأتراك والديالمة أكثر، واستولى طوزون الديلمي على بغداد وخلعه، وعينوا المستكفي ابن المكتفي، وكان الديالمة هم المسيطرون على الدولة. فجاء أحمد بن بويه إلى بغداد واستقبله المستكفي وسلمه السلطة خاضعا ولقبه بمعز الدولة. ونزل البويهيون في دور البغداديين، ولقي الناس منهم أيضا القسوة والعنف. وبعد أن استقر البويهيون أذلوا الخليفة الشكلي المستكفي واعتقلوه وخلعوه حتى مات. فعين معز الدولة ابن عم المستكفي واسمه المطيع، الذي كسوابقه لم يكن له من الخلافة إلا الاسم، وكانت الدولة لبني بويه. وفي زمنه استقل كافور الإخشيدي بمصر والشام، فأصيب بالفالج وخلع نفسه واستخلف ابنه الطائع الذي كان ذليلا، إلى حد أن بهاء الدولة البويهي دخل إليه وجره من السرير وخلعه وبقي سجينا حتى مات. واستخلفوا بعده القادر، وكان هذا الخليفة العباسي آخر الخلفاء العباسيين قوة وحزما وإرادة، أعاد للخلافة العباسية شيئا من رونقها، وأعاد للعرب شأنهم في الدولة، وعادت الجزيرة والشام إلى جسد الخلافة، وأعاد العدل والأمن للبلاد. وكانت الدولة معه في نزاعها الأخير قبل أن يتغلب عليها السلاجقة. وكان أحمد بن بويه سيئا في الإدارة، فعم الفقر في البلاد وصادر أموال الناس وأخذ الأراضي من أهلها ووزعها إقطاعا على جنده، ولم يكونوا أصحاب زراعة فأهملوا الري واستعبدوا الفلاحين، وحلت المجاعات وحدثت حروب أهلية بين الديلم والأتراك في العراق. نكبت الناس فوق مصيبتهم، فأعطى بن بويه للأتراك بلاد واسط والبصرة، فدخلوها وخربوها ونهبوا الأموال وشردوا أهلها. فجاء بن بويه بأبي الفرج بن أبي هشام، وكان عراقيا مختصا بشؤون الري، فأعاد إصلاح الزراعة والقنوات. ثم احتل بن بويه الموصل، وأجبر ناصر الدولة شقيق سيف الدولة على دفع مبلغ كبير من المال. ثم انشغل ابن بويه بالفتن والثورات التي حدثت في العراق. ويقول مسكوي أن المسلمين وأبناء الديانات الأخرى لقوا أسوأ معاملة من بني بويه، وصودرت أموالهم حتى أقفلت الأسواق وانقطعت الأرزاق، كما قاموا بالاعتداء على النشاطات التي مارستها البرجوازية العربية، فقام الجنود والحكام بابتزاز التجار. ثم جاء عضد الدولة وكان أمير بلاد فارس وطبرستان، فسيطر على بغداد وخلع ابن عمه باختيار، ثم استولى على دولة الحمدانيين والحجاز، لكنه كان نسبيا أفضل من سابقه، فقام بتنظيم الري وأعاد إصلاح الأقنية وخفض الجباية وأنصف الفلاحين من الإقطاعيين العسكر، وأعاد عمارة بغداد وأحسن إلى الفقراء
كما أعاد بناء الأديرة وبناء المشفى العضدي في بغداد، لكنه قام باحتكار بعض الصناعات على رأسها صناعة الحرير لنفسه. بعد موته حكم ابنه صمصام الدولة ولم يكن بقوة أبيه، فحدثت فتنة في العائلة بينه وبين أخوته وأبناء عمومته، فانتهز الأكراد الفرصة فاحتلوا الموصل وفشلوا في احتلال بغداد، ثم استولى أخوه شرف الدولة على بغداد، لكن جنوده الترك والديلم تحاربوا فيما بينهم حتى مات. وهكذا بقي أبناء عائلة بني بوي يتحاربون فيما بينهم، وخرج الجنود الأتراك عن سلطتهم، وكثر شرهم في البلاد حتى سيطر الجنود الأكراد على البلاد. لكن لم يطل الأمر حتى قدم السلجوقي طغرل بيك ليحتل بغداد، وقضى على بني بوي عام 1055 ميلادي. هكذا كان الواقع المزري في بغداد. ماذا عن سوريا؟ أمام هذا الواقع الكارثي الذي وصلت إليه الخلافة العباسية المتهالكة، كان لابد للثغور السورية من زعماء وقادة وطنيين يقومون بحمايتها وبرد الروم عنها. وهذا ما فعله الحمدانيون، وهم بنو أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن الحارث تغلبي العدوي، كان من أبرز قادة الدولة العباسية، وكان ابنه ناصر الدولة أمير الموصل، ثم تولى ديار ربيعة ونصيبين وسنجار والخابور ورأس العين ومية فارقين، ثم طرد سيف الدولة والي حلب الإخشيدي، واستمر أمر الدولة الحمدانية يقوى حتى سيطرت على الموصل وحلب ودمشق. وقد حاول ناصر الدولة أن يقطع صلاته بالبويهيين لكنه فشل. استقر سيف الدولة بحلب، فجاء الإخشيد التركي وخادمه كافور لقتاله من مصر، والتقيا عند الرستن وفرق جيش الإخشيديين. وبعد معارك عديدة بين سيف الدولة والإخشيديين حاول فيها سيف الدولة جاهدا تحرير دمشق من الإخشيديين، فشل. فبقي سيف الدولة في سوريا الشمالية، وكان سيف الدولة لا يهدأ في حربه مع الروم الذين أيضا لم ينقطعوا عن تهديد الثغور الشامية. وبعد سيف الدولة لم تعمر الدولة الحمدانية طويلا. أما على المستوى الحضاري فكان القرن الذي نبغت فيه دولة الحمدانيين من أزهى عصور الإسلام في العلم والأدب، فقد أسس ابن حمدان دارا للعلم جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم، وكان يجلس فيها ويجتمع بالناس. وفي حلب جعل سيف الدولة من جامعها ومن قصره داري علم يجتمع فيهما أئمة الأدب والدين ويرفع من شأنهم، كما أعطى راتبا يوميا للفارابي، وكان سيف الدولة يحضر مجالس العلماء ويناقشهم. وقد ضمت حلقات سيف الدولة في قصره ومسجد حلب أئمة زمانه في كل أنواع العلوم، منهم الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي الذي خلد مرحلة سيف الدولة ونضاله وأحوال البلاد السياسية والاجتماعية. فمثلا خاطب سيف الدولة الذي كان بين نارين، نار طمع الروم بسوريا ونار طمع الإخشيديين بالشام، فقال له: وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل؟ كما وصف المتنبي حالة النفاق الديني التي سادت حينها، وهي غالبا ما تتزامن مع التطرف الديني وما يرافقه من مبالغة في الظاهر على حساب الجوهر، فقال: أغاية الدين أن تحفو شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟ وفعلا فإن شعر المتنبي من أقرب القصائد إلى القلب، لأنها تلامس الروح ونشعر بصدق كلماته وبروعة الصورة التي يقدمها. ومن غير الممكن أن يقرأ أحدنا شعرا للمتنبي دون أن يشعر بأنه لامس وجدانه بعمق. كذلك كان أبو فراس الحمداني القائد الفارس الشاعر وابن عم سيف الدولة، وأيضا شعره من أروع الأشعار، وهو الذي قال: نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ماذا عن الدولة الفاطمية؟ سنتعرف عليها مع الأستاذ الدكتور إبراهيم زعرور. تاريخ العربي الإسلامي تاريخ متصل ولا ينفصل، سواء من الجهة الحضارية أو من الجهة السياسية. وضمن تاريخ العرب والإسلام كانت الدولة الفاطمية التي أسست في المغرب، وكانت أول عاصمة لها هي المهدية،
في القرن العاشر الميلادي، ومعروف أن الدولة الفاطمية استمرت حوالي قرنين من الزمن، وتنتسب الدولة الفاطمية إلى فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجة الإمام علي بن أبي طالب، ونسبت أيضا إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق. وعندما قويت الدولة الفاطمية أرادت الانتشار خارج الحدود التي تأسست فيها، فانطلقت باتجاه مصر. وطبعا كان أبرز القادة الفاطميين هو القائد جوهر الصقلي الذي كان بإمرة المعز لدين الله الفاطمي، حيث ذهبوا إلى مصر وأقاموا حكم فاطمي استمر حتى يأتي فيما بعد الأيوبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي وينهي الدولة الفاطمية في 1171 للميلاد طبعا. والدولة الفاطمية عبرت عن فكر وثقافة وحضارة وحضور في المكان والزمان، تلخص في إقامة الجامع الأزهر. والجامع الأزهر لم يكن فقط للشعائر الدينية، وإنما كان عبارة عن جامعة كان الفاطميون يستخدمون الطلاب من أنحاء من الديار العربية والإسلامية، ويقدمون لهم المنح المالية والسكن والطعام وغير ذلك، لأنهم كانوا يعدون أنفسهم هم حملة رسالة، وكان همهم الأساسي هو الصراع مع الخلافة العباسية التي كانت قائمة في بغداد، والتي كانت تعاني من مشكلات كثيرة بطبيعة الحال. وطبعا الدولة الفاطمية انتشرت في أوسع انتشار لها، وصلت إلى بلاد الشام وإلى حدود الجزيرة العربية، وكانت تشكل عامل ضغط مستمر على الخلافة العباسية. طبعا اهتموا كثيرا بالعمارة العربية الإسلامية، بنوا المساجد، طوروا المآذن والقباب والقنوات، وبنوا أيضا المدارس والقصور، وخاصة بنى جوهر الصقلي قصر للمعز لدين الله الفاطمي، سمي بالقصر الشرقي الكبير، وكما يقولون أن كان فيه حوالي 4000 حجرة أو غرفة في هذا القصر، وكان يقابله قصر أيضا غربي ولكنه صغير، وكان هناك ميدان لاستعراض الجيش عندما يذهب إلى الحرب أو عندما يعود من الحرب، هناك ميدان كبير. وأيضا كان لديهم اهتمام كبير بالخزف وبالألوان وبهذه القضايا المعدنية، ومشهور طبعا التطور الحضاري العمراني لدى الفاطميين في كافة المجالات. ولكن طبعا هم الذين أيضا كما هو معروف بنوا مسجد الحسين، بنوا خان الخليلي، بنوا كثير من الأماكن التي كانت فعلا موجودة، وفي مقدمة ما بنوه هي القاهرة. القاهرة سميت هي القاهر ثم سميت القاهرة، وهي القاهر أي المنتصر، يعني هي لغة المنتصر، وبنوها بطريقة معمارية جميلة ورائعة وهندسة، يعني فعلا تأخذ بالألباب على طريقة 4 أبواب للمدينة، وساحات وطرق وممرات وإلى آخره، وبنوها بطريقة البناء الحجري وليس بالبناء الترابي. وبنوا أيضا أسواق مهمة في القاهرة ما زالت قائمة حتى الآن، وطبعا هناك باب زويلة الذي هو موجود إلى اليوم طبعا من أبواب القاهرة. وأيضا اهتموا بكل المنشآت العمرانية، ورمموا كثير من الأبنية التي كانت قائمة وطوروها. وكما هو معروف في التاريخ دائما كل دولة أو كل حاكم لديه فكر أو إرادة يعبر فيها من الناحية الثقافية أو انتمائه الفلسفي أو المعرفي أو إلى ماذا يتجه أو ماذا يريد، رغم أن العصر طبيعة العصر كان عصر مضطرب، كانت هناك صراعات، كان هناك الضغط المغولي بدأ يظهر في الشرق، كانت هناك القوى الصليبية بدأت تجتاح المنطقة أو تستعد لاجتياح المنطقة، أيضا كانت هناك الصراعات المحلية بين الحكام المحليين سواء الذين كانوا في الشام أو كانوا في بغداد أو كانوا في مصر. وبالتالي رغم كل هذه الاضطرابات
كانت الدولة الفاطمية بكل الفترة أو المرحلة التي تمت فيها دولة قوية لها حضور سياسي، حضور أمراني، حضور ثقافي، حضور فكري. وطبعا الأزهر كان يهتم بالدراسات الإسلامية لكل المذاهب الإسلامية وليس فقط لمذهب واحد، وهذا يدلل على الرقي في التفكير الذي كان في ذلك الوقت. يعني هناك رقي كبير، وأنجز جامع الأزهر أو جامعة الأزهر خلال عامين كان قد أنجز، وصلى المعز لدين الله الفاطمي صلاة العيد في رمضان في جامع الأزهر. وكان هناك حقيقة نرى الآن المصريين هم يمارسون شعائر وتقاليد ما زالت في أذهان الناس من أيام الدولة الفاطمية، في مسميات، في شوارع، في مساجد، في جوامع، كلها تشير إلى التأثر الكبير بالنهج الفاطمي الذي كان قائما في ذلك الوقت. وإن كانوا هم أخذوا مذهب إسلامي آخر، ولكن ما زالت عادات وتقاليد بالمناسبات، بالأعياد، أثناء الهرج والمرج والأفراح يمارسون هذه الشعائر بطريقة تعيدنا بالذاكرة إلى مرحلة الدولة الفاطمية كما هو معروف. طبعا الدولة الفاطمية عندما حصل عليها ضغوط كبيرة، وعندما كان هناك صراع، الصليبيون بدأوا يتقدمون باتجاه مصر، وأيضا هناك ضغوط من الخلافة العباسية، وكان لابد من أن يحصل تصرف ما بمعنى ما. وكان طبعا نور الدين الزنكي قد بدأ، بعد ابن عماد الدين الزنكي قد بدأ يتهيأ من الموصل ومن حلب للذهاب إلى باتجاه مصر، فأرسل نور الدين شيركو وابن أخيه صلاح الدين الذي ابن نجم الدين أيوب الذي سوف يصبح وزيرا للخليفة الفاطمي العاضد، ومن ثم هو يصبح السلطان عندما ينتصر على الصليبيين في معركة فاسكو، وينتصر على الصليبيين في هذه المعركة، ويقوم بقتل شاور الذي لعب دور مزدوج بين الصليبيين من جهة وبين الأيوبيين من جهة ثانية. وقد رحب المصريون كثيرا بقرار صلاح الدين في حينها بإعدام شاور الذي كان وزير في ذلك الفترة لخيانته، ولأنه كان يقوم بدور غير أخلاقي وغير صحيح. ومن ثم سوف يكون في المرحلة القادمة مرحلة زوال الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي الذي سوف يقوم بالقضاء على وجود الصليبيين ودحرهم في أماكن متعددة، ومن ثم كان يتهيأ للمعارك الكبرى التي ستحصل مع الأيوبيين بمواجهة الصليبيين من جهة ومواجهة المغول من جهة ثانية، وتهربا من سلطة الخلافة المركزية في بغداد. طبعا الدولة الفاطمية كانت تتبع أساليب التقرب من أبناء المناطق حيث وصلوا أو حيث وصلت سلطتهم السياسية أو العسكرية، ومن ضمنها بين بلاد الشام أو سوريا وفلسطين بطبيعة الحال، لأنه كما هو معروف أن سوريا الطبيعية هي بلاد الشام، يعني هي سوريا الحالية وفلسطين وشرق الأردن ولبنان، وبالتالي امتدت سلطة الفاطميين، لأن كما هو معروف في الوثائق التاريخية أن الفاطميين كانوا يتطلعون للوصول إلى مكة المكرمة والسيطرة على أماكن العبادات هناك، وكانوا أيضا يتطلعون للوصول إلى بغداد، ولكن ربما غلبت عليهم المصالح للسكان المحليين أو لبعض المجموعات، أو كان لديهم ارتباطات أخرى مع الخلافة العباسية أو مع القوى التي بدأت تظهر من الشمال عبر عنها عن السلاجقة أو غيرهم، وبالتالي حصلت احتكاكات، لكن هذه الاحتكاكات لم تصل إلى مستوى أن تنال الرضا والتأييد من أهل بلاد الشام إلى الدولة الفاطمية، رغم كل الأساليب التي اتبعتها في إقامة منشآت معمارية واهتمام بقضايا الناس وتوفير الأمن والاهتمام بشؤونهم، لكن حقيقة لم تستطع الدولة الفاطمية أن تحقق ما تريد، كما قلنا بسبب ظهور الصليبيين وتوجه إلى القاهرة وإلى المناطق التي يسيطر عليها الفاطميون، وأيضا بسبب الخلافات التي كانت قائمة حتى داخل الدولة الفاطمية نفسها. وهو معروف بالتاريخ أنه دائما
تنتهي الأسر الحاكمة من خلال الخلافات التي تقوم بينها بالدرجة الأولى. صحيح هناك مشاكل في الداخل، ولكن بسبب الخلافات داخل الأسرة نفسها، وهذا ما حصل مع الأمويين ومع العباسيين، وما حصل تاليا في المراحل اللاحقة مع المماليك والأيوبيين. وبالتالي إضافة إلى الضغط الخارجي، إضافة إلى الحروب الخارجية، إضافة إلى الغزو الخارجي الذي كان يبغي السيطرة تحت حجج واهية، منهم من احتج بالقدس الشريف، ومنهم من احتج بالعبادات المسيحية كما هي معروفة في فلسطين، منهم من احتج بالعبادات في الجزيرة العربية. وبالتالي كانت هي مسميات، هي عناوين، هي ذرائع استخدمت، ولكن هي حقيقة قضية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، وليس للدين أي دور لا المسيحي ولا الإسلامي بهذه القضية. لأنه كما هو معروف بالتاريخ اجتماع سقيفة بني ساعدة، المؤرخين أجمعوا على أنه أول اجتماع سياسي في الإسلام، عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واجتمع المهاجرين والأنصار على من يخلف النبي في الحكم. إذن الناس اختلفت على الحكم ولم تختلف على الإسلام، ولم تختلف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على القرآن الكريم، وإنما اختلفوا على نظام الحكم. وهذا الاختلاف سوف نراه يرافق الناس إلى يومنا هذا عبر كل المراحل التاريخية التي مرت بنا في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي. وهذا الأمر حقيقة يستخدم أحيانا في المكان الخطأ وفي الزمان الخطأ، وتحت شعارات لا علاقة لها بجوهر الإسلام، بالإسلام في وروده الأول في ينابيعه الأولى، إسلام المحبة والتسامح والمغفرة والإيمان والقيم والمثل العليا، إسلام التوحد والوحدة، لأن دولة المدينة التي بناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت على الوحدة، وحدة المسلمين العرب المسلمين، وعلى توحيد إرادتهم باتجاه تحرير الأرض العربية التي كانت محتلة في ذلك الوقت من الروم وغيرهم. بولو أشتر، في الوقت الذي أضاع فيه العراق سيطرته على العالم الإسلامي، أصبحت مصر في النصف الثاني من القرن العاشر مقر أسرة قوية من الخلفاء، فرضت حكمها على كل شمال أفريقيا، ودعت نفسها بالأسرة الفاطمية نسبة لفاطمة بنت النبي محمد. وفي الحقيقة فإن البرجوازية العربية التي دمرها واقع الخلافة المزري في بغداد هو الذي جاء بالفاطميين. وفي عام 969 ميلادي سيطر الفاطميون على مصر وسوريا بلاد الشام، واستمر العصر الذهبي لحكمهم حوالي 80 عاما حتى منتصف القرن الحادي عشر. وكانت الميزة البارزة للنظام الفاطمي هي حرية المشاريع، إذ كانت كل قطاعات الحياة الاقتصادية حرة، المهن والصناعة والتجارة، وتدخلت الحكومة في تأمين المواد الغذائية الأساسية للمدن الكبرى. وكان من أهم عوامل ازدهار الاقتصاد المصري في عهد الفاطميين هو أنهم جعلوا من البحر الأحمر محل الخليج العربي كطريق رئيسي للتجارة من الهند إلى البحر المتوسط. وبهذا برزت من جديد أهمية سيطرة العرب على قناة السويس الحيوية الهامة، وهي التي ستشهد مصر عدوانات متكررة ومؤامرات لا تنقطع فيما بعد للاستيلاء عليها من قبل الدول الاستعمارية. وهكذا عادت مدن سوريا ومصر على المتوسط إلى رونقها كمحطات تجارية هامة بين الشرق والغرب. وكان أهم ما صدرته الدولة حينها للأوروبيين القطن السوري والشب المصري. وكانت الدولة لا تحتكر التجارة بل تحميها، لكن احتكرت فقط ضرورات الصناعة العسكرية. وهكذا تعتبر الدولة الفاطمية هي العصر الذهبي للبرجوازية العربية. وبالطبع فإن البرجوازية في أي مجتمع هي حاملة التمدن والحضارة. ولدى قراءة كتاب محاسن التجارة الذي ألفه التاجر السوري أبو الفضل الدمشقي في أواسط القرن الحادي عشر، ندرك قوة مركز التجار في عهد الفاطميين. وهذا انعكس بالازدهار على الصناعات كصناعة النسيج التي تطورت بشكل واضح، كذلك صناعة السكر، إذا عرفوا تكرير السكر حتى أن بلورات السكر عرفت في الشرق الأقصى باسم السكر المصري. ووثق ماركو بولو استخدام قلويات التنقية في مصانع القصب المصرية. ومصانع السكر في مصر والشام كانت بيد كبار الرأسماليين العرب بكل تأكيد. كذلك معامل صناعة الورق من النوع الممتاز التي انتشرت في دمشق وطرابلس وطبرية والفسطاط. وكان تصدير هذه المنتجات من أهم عواميد الاقتصاد في الدولة الفاطمية.
هذا الازدهار جعل الكثيرين يهاجرون إلى مصر، ومنهم بني هلال وبني سليم الذين استقدمهم الفاطميون من سوريا. يبدو أن سوريا لم تنصف في الدولة الفاطمية، فقد شهدت دمشق عدة ثورات على السلطات الفاطمية التي فرضت كما يقول المؤرخون على السوريين ضرائب باهظة وجعلتها تحت حكم والي همجي. وأيضا كان جنود الفاطميين خليطا من الأجناس والمرتزقة، فوقع الاقتتال بين الأتراك والسودان، إذ قام الأتراك بابتزاز الخليفة تماما كما فعلوا في بغداد ونهبوا العاصمة. يقول جوستاف لوبون: أصاب خلفاء مصر ما أصاب خلفاء بغداد، فقد استحوذ عليهم صنف من المرتزقة الذين عرفوا في التاريخ باسم المماليك، والذين تألف منهم الحرس. ويقول: يتصف عصر الفاطميين الذي بلغت فيه الحضارة العربية بمصر ذروة الرقي بنضج الفنون والصناعات، وكانت الصناعة والصياغة والحياكة والنجادة والزخرفة على قدر كبير من الكمال، فكانت جدران البيوت تغطى بألواح القاشاني المطلي السوري أو بالملاط الكلسي الرخامي المزين بالزخارف الزاهية والنقوش العربية، وكانت أرض القصور تفرش بالفسيفساء أو البسط الموشاة، وكان أثاثها يصنع من الخشب الثمين المرصع بالصدف أو العاج، وارتقت الصناعات المعدنية إلى حد كبير. أما المساجد فإن الوصف لا يوفيها حقها، وظلت مدينة القاهرة عربية خالصة، طابع عمرانها القديم يستوقف النظر، إذ أنشئت القاهرة الجديدة نسبة لجوهر الصقلي عام 970 ميلادي، وتضم الفسطاط التي بناها عمرو بن العاص، وبقيت القاهرة آية في العمارة إلى أن أصبحت ولاية تركية فأهملها الترك ولم يحافظوا على زخرفتها. من أهم مبانيها جامع عمرو بن العاص وجامع أحمد بن طولون، ويعتبر أثرا فنيا عربيا بديعا، والجامع الأزهر أرقى من جامع ابن طولون، وكان جامعة يدرسون فيه العلوم والآداب والفقه والطب والفلك والرياضيات والتاريخ. كما نجد بين الآثار العربية بابين من أبواب القاهرة، هما باب النصر وباب الفتوح. أما أقواس جامع قلاوون فهي مثال بارز لبلوغ الأقواس العربية ذروة الرقي، ويوجد شبه كبير بين هذا الجامع وبين المباني القوطية في الغرب في القرون الوسطى، وهذا دليل أن الفن القوطي فن عربي كما أكدت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي. ونرى جامع السلطان حسن نموذجا لاقتراب الفن العربي من العظمة، ويوجد بين كنائسنا الكبيرة وهذا الأثر العظيم شبه كبير. أما جامع قيطباي فهو آخر المباني المهمة التي أنشئت في مصر على الطراز العربي، فبعد أن استولى الترك على مصر أصبحت ترى المباني ثقيلة وكئيبة وبألوان كريهة. تقول زيغريد هونكي: ازدهرت التجارة بين عرب شمال أفريقيا وبين البندقية وأمالفي وباليرمو، وفي عام 991 ميلادي أصبحت السفن الإيطالية ترسو على شواطئ سوريا وثغور مصر. أما الخليفة الفاطمي المستنصر فكان صديق المسيحيين، وأمر بإخلاء قسم كامل من مدينة القدس للحجاج والتجار الأوروبيين، لكن تلك المعاملة الكريمة قد اختفت وضاع لها كل أثر عندما تسلمت زمام البلاد سلالة تركية هيمنت هيمنة الجو العاصف الكاسح على سماء البلاد العربية. هؤلاء هم الأتراك السلاجقة. Oh,
من بين أهم الدول التي ظهرت في زمن الدولة العباسية كانت دولة الأمويين في الغرب، مع الأندلس وحضارة العرب المذهلة التي نقلت الغرب كله من حال إلى حال. سنكون في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.